هكذا إذا متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء تواصلنا مستمر، تابعنا الشوط الماضي، تابعنا شوط الحروق صاحبة التوقيت الأفضل الحروق سعيد بن الصغير بدكوك المحرمي، سجلت 9:30. تهانينا والناموس، انتقلنا إلى الشوط السادس بمجموع هذه الأشواط. شوطنا السادس هو الشوط الثاني للحول المهجنات الأصايل، الشوط الثاني للحول المهجنات الأصايل. نتابع هذه الأسماء، ننطلق مع مقدمة الشوط والصدارة الأولى شودة محمد بن سليم بن شوير بالعامري، بينما المركز الثاني الشايبة مبارك بن محمد بن زيتون المهيري، من يقدم لنا الشايبة على ثاني الأسماء. المركز الثالث مغامرة سهيل بن علي بن عبيد الغفلي، بينما المركز الرابع تتقدم مزون مبارك بن محمد بن سعيد الشامسي، قادما يقدم مزون على المركز الرابع، بينما المركز الخامس هنالك بحور سالم بن مسلم بن حمرور العامري، بينما نقلتنا إلى المركز السادس. المركز السادس هذه الظبي ناصر بن سيف بن سالم النيادي، بينما ننتقل إلى المركز السابع. سابع الأسماء والشعارات ناصية حربي بن سهيل بن صالح العامري. المركز الثامن تتواجد النايفة حمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري، يقدم النايفة على المركز الثامن. ننتقل إلى المركز التاسع، نتابع تاسع الأسماء في هذه اللحظات. خلاص نكتفي بالثمان المراكز الأولى المشاركة والمنطلقة في هذا المسار. نعود إلى صدارة الشوط. نعود مع المركز الأول، نعود إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول. هنالك مزون على مقدمة الشوط، مزون بشعار مبارك بن محمد بن سعيد الشامسي، من يقدم لنا
مزون ويتابعها ايضا حمد بن يعان الشامسي من ينطلق مع مزون على مقدمة الشوط باحثة عن الفوز باحثة عن ناموس هذا الشوط بهذه السيطرة المميزة سيطرة ممتازة على صدارة الشوط بينما تتليها شودة شوده وتبى الشوط تقوده شوده محمد بن سليم بن شويرب العامري من يقدم لنا شوده على ثاني الأسماء المركز الثالث تدخلت الشايبة مبارك بن محمد بن زيتون المهيري ركز يا أبو مبارك ناصر بن مبارك بن زيتون من يتابع أيضا الشايبة بهذا الانطلاق المركز الرابع وصلت مغامرة الدكتور سهيل بن علي بن عبيد الأغفلي حاضرا مع مغامرة بالمركز الرابع المركز الخامس خامس الشعارات تتقدم هنا بحور سالم بن مسلم بن حمرور العامري قادم أن يقدم لنا بحور على المركز السادس أو المركز الخامس بهذه اللحظات المركز السادس المركز السادس ناصية حربي بن سهيل بن صالح العامري المركز السابع سابع الأسماء تتواجد النايفة حمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري الشعار الاقتصادي مع النايفة بهذه اللحظات المركز الثامن وصلت هنالك الظبي ناصر بن سيف بن سالم النيادي يقدم لنا اللي هي الظبي على المركز الثامن نعود إلى الصدارة نعود إلى المركز الأول إلى مقدمة الشوط البداية الأولى الانطلاق الأول مع البداية الله 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 يا شوده شوده وبدت الشوط تقوده بالفعل شوده 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 محمد بن سليم بن شويرب العامري من يقدم لنا شوده بهذا الشكل المميز وهذا الأداء المميز هنا المسيطرة السيطرة الكاملة والسيطرة الفعالة بينما الشايبة الشايبة مبارك بن محمد بن زيتون المهيري يقدم لنا الشايبة على ثاني المسارات هنا تتواجد بهذا الانطلاق وشودة على الصدارة شودة والشايبة وهنالك مزون مزون على ثالث الأسماء مبارك بن محمد بن سعيد الشامسي يقدم لنا مزون على المركز الثالث الثلاثية الثلاثية الأولى المركز الرابع وتابع هنالك أيضا شعار الدكتور سهيل بن علي بن عبيد الغفري ولكن البداية مع شودة هي الغائدة شودة هي الغائدة إلى طريق الفوز إلى طريق الناموس محمد بن سليم بن شويرب العامري روح يا أبو سليم ركز يا أبو سليم ركز مع شودة بهذا الانطلاق بهذا الرقص المميز رقص مميز أداء مميز حضور مميز 1200 1200 يا مضمرين المركز الثاني شايبة مبارك بن محمد بن زيتون المهيري ركز ركز يا أبو بدر ناصر بن مبارك بن زيتون من يتابع الشايبة المركز الثالث مزون مبارك بن محمد بن سعيد الشامسي حمد بن يوعان الشامسي من يتابع مزون بهذا الانطلاق كيلو الأخير يا مضمرين كيلو التحديات المركز الرابع مغامرة سهيل بن علي بن عبيد ولكن ولكن الله يا سلام المثلث الذهبي المثلث الذهبي بدأت المعركة بدأت المعركة بدأ الصراع بدأت السرعة والله شودة 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 على المركز الأول محمد بن سليم بن شوير بالعامري من يقدم لنا شودة بهذا الأداء بهذا الرقص شودة شودة والشايبة الشايبة شودة مزون مزون والشايبة وشودة الله
اوه يا سلام يا سلام، الشايبه الشايبه، مبارك بن محمد بن زيتون المهيري من يقدم الشايبه على مقدمه الشوط على الرقص الاول الى طريق الفوز. شوده تحاول، شوده محمد بن سليم بن شوير بن عامري، وصلت بحور، وصلت بحور من الجانب الاخر، سالم بن مسلم بن حمرور العامري. الله يا سلام، ياهو شوط، ياهو تحدي. الشايبه الشايبه الشايبه، مبارك بن محمد بن زيتون المهيري، سلام بن زيتون، سلام سلام الشايبه، سلام. تهانينا والناموس لمبارك بن محمد بن زيتون المهيري المركز الثاني، هنالك بحور سالم بن مسلم بن حمرور المركز الثالث، شوده محمد بن سليم بن شوير بن عامري المركز الرابع، كانت فيه مزون مبارك بن محمد بن سعيد الشامسي المركز الخامس، اللي هي النايفه حمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري. ما شاء الله يا هذا الشوط، يا ايضا التحدي اللي تابعنا بهذا الشوط. نعود بالتوقيت الزمني 9 دقائق 37 ثانيه و50 جزء من الثانيه.